شرفتونا. شرفتونا من جديد وانضمت لنا فتنس لايف كوتش ريتا متري والطالب إليو عزار والطالبة سينتيا أسمر. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. يا هلا ريتا، اشتقنا لك كثير، ويا هلا بالأبطال فينا نسميهم صح؟ إيه فينا. يعني بداية خلينا نتعرف على ليسي شارلمان لنرجع نحكي بإنجازاتهم وبهيدا المشوار يلي كنتوا فيه سوا. وي ليسي شارلمان هي مدرسة برومية بيترأسها مسيو أنطوان الشاعر ومدامته مدام أنطوانات الشاعر، ودائما عندهم الاشياء الجديده بيحبوا يفوتوها على المدرسه كرمال دائما تو انجيج الستودنت تبعهم باكتيفيتيز جديد. مدرسه كثير منفتحه على الكالتشر، على الحضارات، على الاكتيفيتيز، واكيد سيستم الليسي معروف عالميا وبلبنان. وسلموني الثقه من سنتين انه فوت بروجرام على مدرستهم اسمه اكسبريشنز، خلاله التلميذ بينمي اكثر ثقه بالنفس، بيتعرف على الحياه غير البروجرامات الدسمه مثل الماث، الفيزيكس، البيولوجي. شو بتحبوا اكثر شيء انتم غير هول؟ ماث. اكثر شيء ايه؟ عن جد غريب غريب. عم يمزحوا اكيد. عم يمزحوا. ما شفت العيون اللي طلعوا. اوكي، تكوني عملت منيح على كل حال. اوكي، وهيدا السيستم كيف كان بالمدرسه؟ يعني صار لك سنتين انت مبلشه فيه بالمدرسه، تحكي لنا اكثر كيف كان تجارب الطلاب فيه ريتا؟ بعلمهم يلي بيتعلموه برات المدرسه، يعني بالحياه، علوم الحياه يلي بيخضعوا له بالحياه، لتجارب، لعوارض مثلا سوشيال ميديا، لعلم النظره السينمائيه اللي عندهم اياها، تحليل الدعايات، ورك شوب بيعملوه بحياتهم اليوميه، مش بس يعني لانه المدرسه اكثر شيء بتعلمهم يحصلوا على هالشهاده، ينمو، يصير عندهم اكثر خبره بالحياه، يقدروا يوصلوا على الجامعه جاهزين. بينما انا كل شيء الحياه بتكون محضرت لهم اياه، بكون انا عم اسيلهم هالكلتشر يلي فيهم. بس يعني في عده توبكس ريتا؟ يس، في عده توبكس. ما في تركيز على شيء معين وهن بيختاروا؟ ما لا، هو لا قد ما في عده جوله على الحياه، ما بعطيهم مجال يختاروا قد ما بكون ملبيتهم كل اذواقهم. يعني جوله على الحياه مثل ما قلتي، ان كان فتنس، ان كان سينما، ان كان دعايات، ان كان باوند فتنس دخلناه على المدرسه، زومبا فتنس دخلناها، كل شيء اكتيفيتيز بحبوا يعملوها لو ما كانوا بالمدرسه. ما بيتوقعوها بالمدرسه. اوكي، خلينا سينتيا نبلش معها. سينتيا بدنا نبلش بسينتيا، انا بتحب المات بس بدنا نبلش بسينتيا لانه شيز ليدي، مش ليديز فيرست. اليو صح. سينتيا كيف كانت تجربتك بهيدا البروجرام؟ صراحه كثير انبسطت انه عطتنا هيك بروجي، لان انا صراحه كثير بحب التمثيل، سو اجينا هالبروجي من عند الله اذا بدك، وخصوصي بهيدا الوضع كثير طلع لي الفكره انه اعمل دعايه تعيش الاديان. سو عن جد حطيت كل طاقتي بالدعايه مثلي ومثل كل فريقي، بدي اسميهم انطوني عطيه، لوانا ابو حبيب، ولتي سريس، وإليو عزار. بنحييهم كلهم. يعني مثل ما بيقولوا دمجتي لوتيل على غريابل، يعني اللي لازم ينعمل عملتيه بطريقه تقدري تستغلي يمكن الوضع يلي عم نقطع فيه لتحطي كمان اصبعك على الجرح لتقدري تعالجي الموضوع على طريقتك الخاصه. إليو، بدي اعرف من كل هالتجارب يلي قطعت فيهم مع ريتا وبهيدا البروجرام، شو اللي حبيته اكثر شيء؟ حبيت اكثر شيء فكره الدعايه، حبيت انه فكره جديده ما مش كل المدارس تعملها ولا بيصح لهم يعملوها. نحن مدرستنا بتحب هيك تجرب شيء، روح جديده، نمط جديد، وهذه الدعايه اجت بوقتها خلتنا نعبر عن شيء كنا بنحس فيه قبل بس مش قادرين نطلعه من وراء ضغط الدرس وهول. فهذه الساعه بتكون انه هيك تنفس، نطلع شيء داخلنا وهو موجود فينا بس ما مش قادرين ننميه، بتعطينا هيك طاقه للحياه وخلينا نعرف شو هي الحياه قبل ما نفوت فيها. كيف عملتوا الدعايه إليو؟ يعني كيف صارت؟ صورتوها، كتبتوها، حكيتوا مع التيم تبعكم، كيف اتفقتوا عليها؟ بالاول اجتمعنا، بالاول شيء طلعنا بالفكره، اجتمعنا كتبنا رؤوس الاقلام، واخر شيء حضرنا الغراض، التصوير كان بنهار واحد 8 ساعات، انه منه ما اخذ هالوقت اللي كنا متوقعينه، وصارت هيك عفويه دغري. ما كنا متوقعين تاخذ هيدا الانجاز بس انه كتر خير الله اخذت محور حلو. مبروك، الف مبروك. رح نروح نشوف
تعايش الأديان ونرجع. جسيتا الأخوري من الأشرفية. أنا سنية من طرابلس. أنا شيع من الضاح. أنا درزي من المختارة. أنا مارونية من بشاري. فرقنا شتتنا بس الله وحدنا. خلصنا؟ تبتعوا نكركع متي. كتير حلوة الفكرة. ما بعرف الإشراف كان لقلك كمان ريتا، مين طلع بالفكرة؟ بأي طريقة قدرتوا تنفذوا يلي شفناه نحنا هلأ؟ وقديه كنتم مراهنين يمكن، خليني أقول، على قديه هيدا الشيء رح يتقبلوه يمكن العالم، إيه ولا لا؟ أول شيء وقت اجتمعنا أنا وجروبي قررنا ما نعمل شيء كليشي وشيء عن جد أنه يلفت نظر العالم، خصوصا أنه نقينا موضوع هلأ عم نمرق فيه حالياً بلبنان. وبحب أذكر أنه من بعد نحن عملنا البروجي من بعد 3 أيام من مسار مشكل عين الرمانة وقت الشيعة والمسيحية. فنحن استوحينا من هذا الموضوع كمان وما بدنا نرجع لوين كنا قبل. فمشان هيك أنا حبيت واعي، حبينا نوعي على هيدا الفكرة. حلو بالزبط. كتير حلو وعن جد مبروك لأنه كتير حلو وإله معنا، بسيط وإله معنا. ريتا، شو أكتر شي بتواجهي صعوبات مع الطلاب بهيك فمثل هيك أعلان؟ أكتر شيء بواجهه صعوبات مع الطلاب يمكن ما عنده الإكسبرينس. إكزاكتلي. هلا التكنيكال إكسبرينس مزبوط بده وقت، يعني إذا واحد يتخصص فيها ليكون تكنيكلي بيرفكت. بس صراحة I was impressed بالتكنيكال السايد اللي عطوني إياه، لأنه من ناحية الأديتينج كان كتير حلو، ناحية التصوير تبعهم كان نت وكلين، عطوني ريزلت كتير نظيف. هلا من حيث الفكرة كمان، يعني بصراحة كان في لجنة حكم وكان تحدي لإلي وللطلاب إنه جيب لجنة حكم على المدرسة مؤلفة من مخرج إلي أبو جودة، كاستينج دايركتور مياد عايبس، على متري اللي بيكون خي جرافيك ديزاينر وفوتوغرافر، وكان معنا كمان مسيو كلود فرانكول مشرف روحي كمان بيتابع التلاميذ بنموهم الروحي إذا بدكم. فكان تحدي كبير لإلنا، بس ما واجهت معهم هالصعوبات، بس كنت بعت لهم أوقات لأنه هالعمر عندهم شوي حرية التعبير الزايدة عن اللزوم، فبتعطي هم يوصلوا الفكرة بطريقة مش كتير منضبطة دبلوماسية. إيه exactly. بس they were really perfect من هالناحية. إليو، بدي أعرف إذا هالنوع من الوركشوب مثل ما سميناه مع ريتا ممكن ترجع تعيده، ولا بتحس إنه اكتسبت يلي بدك تكتسبه، أو حابب يمكن تكتشف أشياء تانية؟ طبعا انا حابب ارجع عيده، حابب بنفس الوقت فوت بدومين غير دومين، مثلا التمثيل شيء يدفشني اكثر لقدام. انا هذا المجال كان عندي طموح له من زمان، وساعدت عنا هذا الكورب السافلي اللي قدر يوصلني نوعا ما لهذا الشيء. هذا اكسبيرينس كثير حلوه بالحياه، كثير بتفيد، بتخلينا نتعرف على اشياء كثير حلوه بالحياه، انه بتخليك تعرف على شيء ماني شايفه قبل، مش مكتشفه قبل. بس طبعًا. ممكن هيدا الاكسبيرينس مثلا تخولك لتقرر شو بدك تعمل بالمستقبل؟ يعني حكيتني بالدعايات، حكيتني بالتمثيل، ممكن تتخصص يعني وتروح صوب هيدا النحو؟ ماني حابب اخده كتخصص، بس حابب اخده كهوايه او شيء ابار الشغل. واساسا يمكن تبرع فيه اكثر اذا بقى هوايه عندك، صح؟ عطول هيك منقول انه كل شيء بضل هوايه، ما منحس انه شغل، انه وي هاف تو نبرع فيه اكثر، نعطي فيه اكثر، ايه، لانه منهرب صوبه. بدي لكم شغله على سيره هالموضوع. انا هيدا الصف بلش معي من وراء موضوع الهوايه والهوبي، لانه انا عامله اخراج وتمثيل، هوايتي كانت سبور والفتنس. تعرفوا انتو الزومبا والباوند قد ايه اخذ امباكت، لاني بحبهم يمكن عملت نميت فيهم كارير، لاني بحبهم زياده فوتهم على المدارس. فمثل ما قلتي كل شيء بينبع عن شغف توصلي بتقدري توصلي لمحل. بكمل معك حق ريتا. سينتيا، بدي اعرف اهلكم كيف تعاملوا مع الامر، يعني ما قالوا لكم
يمكن هيدي الدعاية عن جد لها تأثير على العالم وعلى المجتمع، بس بنفس الوقت انتو شوي عم تشيلوا درسكن على جنب وعم تلتهوا بأشياء ما بتجيبوا علامات فيها. صراحة ما كان في مشكلة انه درس عم بيلهينا عن انه البروجي عم بيلهينا عن درس، كان في مشكلة انه قلت لموم انه ما تفوت الطوايف هلأ، قلت لا قلت لا انه موم منا مشكلة انه ما عم بقول شي غلط، بالعكس عم بوعي. إيه؟ فما كان في مشكلة انه تلهينا عن درس وهيك، لا بالعكس انه كان بروجي حلو وبروجي نتعلم منه شيء، يعني منه بس للتسلية. وإليو؟ انا رحب بهالفكرة. وتاني شيء انه هيدي نحن الجيل الصاعد، نحن جيل فيه يغير، طبعا بده انه الكل حيرحب بهالفكرة. تاني شيء غير انه ما فينا كله يكون كله درس وكله علامات، بدنا شيء محل نقدر هيك ناخذ نفس فيه تنقدر نعطي طاقة وإيجابيات أكتر بالدرس. فيها تخولنا نعطي علامات أكتر طبعا، لأنه بكون هيك طلعنا شيء جوا. هلأ بالنسبة لهيدا الموضوع بالذات ريتا، هلأ يمكن نحن اللي خلقنا بهديك الفترة وأهالينا يلي عاشوا الفترة وبيقولوا تنذكر وما تنعاد، بدي أعرف قدي هيدا الجيل الجديد ممكن نحن نتكل عليه لحتى تسبريد the idea، تسبريد يمكن هالوعي عند العالم ويساهموا بالتالي لحتى نتخطى كل هالصعوبات، كل هالاشياء اللي ما مفروض تنذكر بقى ونحن بعدنا يمكن نحكي فيها، مع العلم انه البعض يمكن ما بقى يذكر الموضوع نهائيا، والشباب والصبايا معك اليوم هن اكبر دليل. بدي اقول لك شغلي، اكبر سلاح لهيدا الجيل هو الافكار. جيل الافكار، انا بالنسبه لي هلا خلي جيل الافكار اجى على العالم to bring the change. مثل ما لاحظتي يعني فكره عن جد دايماً عم نحلم بهالشي بس ولا مرة يمكن شفناه إنه تخيل. انتبه هن عندهم الجرأة، يعني صح. يمكن نحنا ما عنا هيد الجرأة اللي شفناها، أنا بخاف لو عندي الفكرة إني طبقها. إنك تطبقيها مظبوط. صحيح. جيل الأفكار والاندفاع والجرأة 100%. طيب سنتيا تنروح شوي على الواقع، بلا خلينا نشيل الدعاية عن جنب. أنتوا بالمدرسة كطلاب عن جد الكل متعايش هيدا التعايش اللي حكيتوا عليه؟ صراحة نحن بالمدرسة ما في عنا انخلاط بالأديان، إنه ما في عنا إنه دين واحد، نحن ما في قليل، يمكن في شخصين مبالغ، بس أنا صراحة بشوف بمجتمعي غير إنه بالمدرسة في إذا يعني بدي عم تلاقوا عن جد هيدا المشكل بالمجتمع أو بالمدرسة؟ بشوف عالم إنه تاخد إذا بدك فكرة قبل إنه مثلا أنت مثلاً مسيحية، يعني أنت هيك هيك هيك، أنت مسلمة يعني أنت هيك هيك هيك، الواحد بيحط فكر براسه وبيصنف الشخص على حسب دينه. للأسف في عالم كمان رفقاتي مثلاً أنا هيدا مثلاً إكس، أنا لا ما بحكي معه في لهالدرجة، بعدنا إيه بعد فيها الأفكار إيه. أنا فيديو تاني رح نروح نشوفه ونرجع ندردش معكم وناخد هيك معلومات أكتر. شفنا الفيديو ريتا بس ما فهمنا كتير الفكرة، إذا فيكي تشرحي لنا أكتر الفكرة وتشرحي لنا المشاهدين. أكيد. الفيديو هو الطلاب يلي عملوه بالصف السكوند الجريد 10 طلعوا بفكرة كاسك للعالم يلي بتحب الفيديو جيمز، للفيديو جيمرز هيدا التارجت كان تبعهم بالدعاية، حبوا يختاروا هيدا الكاسك يلي بيخليك تنفصلي عن العالم وتصيري بعالمك الخاص اللي هو عالم الفيديو جيمز. أكتر شيء التينيجرز بيخضعوا لهالأفكار، بيخضعوا لهالبرودكت يعني بيشتروا من السوق. فرق بين هالدعاية وغيرها أنه قرروا يعملوا دعاية ليسوقوا برودكت،
بينما في غير تلاميذ حبوا يعملوا شيء توعية أكثر. هذا الجروب حب يسوي البرودكت لأنه في شاب بهذا الجروب اسمه شرب الكرم. He's a video game lover. He loves it. Addicted يعني على الخبرية وحتى عنده يوتيوب شانل بهالموضوع. فحب إنه to bring this product out to the new world, the teenagers يلي بن عمره ويقول لهم في هذا الكاسك إذا أمكن عم تعمل هوفر أو حدا عم بيصرخ حدكن أنتوا بغير عالم. ركزوا على الجيم. نحن بدنا الأمهات اللي بحاجة للكاسك على فكرة. طيب إليو قد ايش استفدتوا من هالتجارب يعني وحتى سينتيا ما بعرف في عدة أفلام قصيرة أو دعايات إذا فينا نسميهم لطلاب كمان يمكن أكبر شوي يمكن أصغر شوي قد ايش أخذتوا وعطيتوا مع بعض قد ايش ناقشتوا المواضيع مع بعض؟ هالدعاية خلتني أقوي علاقتي مع رفقاتي أكثر وقدرت تخليني أتعرف على ناس جديد تواصلوا معنا من خلال هالدعاية ساعدونا فيها إن كان إنتاجيا أو فنيا ساعدونا إنه كتير بهالموضوع بالتالي قدرت أتواصل مع العالم ما كانت موجودة هالعلاقة قبل قدرنا نقوي العلاقات بين بعض قدرنا ناخد فكرة كيف نكون علاقة مع الشخص الآخر بالمجتمع. سينتيا كان في تنافس بيناتكم انتو كجروبات؟ صراحة نحن أخذنا الفكرة أكثر كتسلية من كومبيتيسون وما فيها الروح الكومبيتيشن بصفنا لأن نحن مثل عائلة إذا بدك إنه نحن صف واحد ما في سكسيون سو نحن عندنا كثير روح العائلة بالصف عندنا سو أبدا بولا شيء حتى بالمواد وبالعلامات ما في روح ما عندنا روح الكومبيتيسون بالعكس كنا نعمل إشياء تنتسلى وتوهف فون يعني. برافو عليكم عن جد كلياتنا يعني ما بعرف الجروب اللي عم بيسمعكم كلهم والمشاهدين أنا مأكدة مبسوطين فيكم يعني we are proud of you. جيل جديد وعنده أفكار حلوة وحماسية وأفكار مزبوطة يعني مش أفكار مشوشة يعطيكم العافية سينتيا وإليو بدنا نستقبل زملائكم بعد البريك. ريتا أكيد باقية معنا وبينضموا لنا بعد البريك تاتيانا عود أوكي في ألف ناقصة عندي وشفي أمراض خليكم برفقتنا.